الصوره دي نزلت على البيج بتاعه الاهلي كنوع من انواع الدعم للاعبين، لكن الاعلام خد الصوره وعمل منها قصه وفيلم وحكايه بناء على ان محمد شريف وقفشه مش موجودين في الصوره، مع انه عادي طبيعي الصوره مش هيبقى فيها 30 لاعب، لكن هم عشان عارفين ان جمهور الاهلي قافش اليومين دول على قفشه ومحمد شريف فقالك يلا نلعب على الوتر ده. بس معلش كده تعالى فكرني، هو مش محمد شريف ده اللي لسه جايب جونين في الزمالك؟ وكان محمد شريف المخيف اللطيف الشريف العفيف، وقفشه اللي لسه جايب جون في سياتل وفكرنا بالقضيه ممكن؟ القاضي ممكن شاط الكوره وجول، القاضي ممكن، القاضي ممكن. على فكره عادي وارد، هي كرة كده. ولا تكون صدقت بجد ان انت هتكسب ريال مدريد؟ اوعى تكون بتسمع شوبير وسيف زاهر والناس دي، الناس دي طالعه تطبل وتزمر عشان ماشيه ورا مصلحتها والسبوبه. فكر انت بعقلك، الناس دي في حته واحنا في حته تانيه. اذا كان ليفربول بجلاله قدره اللي فيه محمد صلاح اللي احنا بنعتبره منتخب مصر ما عرفش يكسب ريال مدريد في نهائي الشامبيونز ليج، هتكسبه انت في قبل نهائي كاس العالم للانديه؟ افرح بفرقتك وافرح بلاعيبتك وقول الحمد لله. في واحد صاحبك زملكاوي زمانه بيتحاسب دلوقتي، البطران سكته أطران.